مرحبا أصدقائي الشباب وبنات، أتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم وعزاكم. وياكم أحمد من قناة 100. رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة الحام بوب الجزء الثاني. اي نعم يا شباب، الجزء الثاني سلسلة قفشات بوبية. هاي أول حلقة، أعتقد أول حلقة بسلسلة قفشات بوبية من الجزء الثاني. واليوم يا شباب راح نجرب الريموت كار. ريموت كار يعني هاي السيارة على الريموت، اوكي شباب، وهي بدلة المحقق بمراحل الفصل الاول اللي اسمه بلايا مافيوسو. اوكي شباب، خلنا نشوف كم مرحلة نقدر ندخل. هسه خلنا نختار المرحلة العاشرة، خلنا ندخل ونشوف بوب المحقق والريموت كار ايش راح يسوون بهاي المرحلة. يلا قول بلاي. اجا بوب المحقق ويا ابو سن الذهب. هاي اول مره شباب يلتقون ويا ابو سن الذهب بوب المحقق، يعني سويا يلتقون. بس لحظه شباب، لحظه، عندنا بس 4 ريموت كار. اوكي 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 شباب، اعتقد ما عندنا فلوس. اوكي عندنا فلوس قليله، فلذلك خلينا نشتري عرض. العرض الموجود هنا يا شباب، شنو رايكم؟ انا احتاج هنا، اعتقد احتاج، لان راح اسوي قفشات بوبية، فلذلك راح اشتري اكبر عرض يا شباب اللي هو $20 يعطيك 20,000 كوينز. يلا شو نسوي؟ اوكي يلا، اوكي تم الشراء. your purchase are successful. اوكي مثل ما تشوفون شباب صار عندنا 20,715. هسه خلي شو نسوي، بما ان العداد بعد ما بادي، خلينا نشتري سيارات. اوكي نشتري، احنا نريد نشتري شوب. اوكي ومنه نشتري كارز، خلينا نشتري ايش قد ما نقدر، خلينا نشتري تشوفون تشوفون السيارات شو شو تقمص. يلا خلينا نشتري لنا 60 خلينا نقول. اوكي 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 مو خساره مو خساره. اوكي شباب خلينا نستكشف المرحله. المرحله عباره عن اعتقد الشرطي الخبيث، وهذا باب ينفتح ويا الشرطي الخبيث والكنز في نهايه البناية. اوكي اوكي اوكي، الفكرة من القفشة يا شباب بانه نستخدم الريموت كار. خلينا ندخل ونشوف بوب المحقق والريموت كار ايش راح يسوون بهاي المرحلة. اوكي ريموت كار راسي ينزلها مباشرة. اوكي تدخل وياه وتاخذ هذا الشيء، هذا هو هذا، بعد ما نحتاجه اصلا. نتوجه من هنايا، نتوجه من هنا وناخذ الكنز، لان هذا ما يقدر يفتحها. الكنز عبارة عن يعني حذاء حجرية. اوكي ويتوجه لباب الخروج، وبيجي قدر بوب المحقق وريموت كار بانه يخلصون المرحله العاشره من الفصل الاول، وحصلوا 3 نجمات وممتاز، عافية عليك يا بوب المحقق والريموت كار. اوكي شباب خلينا نرجع. اوكي اوكي خلينا نختار مرحله ثانيه، اللي هي نشوف لنا مرحلة ثانية بعيدة اللي هي مرحلة 13. خلينا نشوف المرحلة 13، خلينا ندخل ونشوف بوب المحقق والريموت كار ايش راح يسوون بهاي المرحلة. يلا بلاي. اوكي شباب هذا الكلب الشرير. اوكي اجى بوب المحقق هو وابو سن الذئب. خلينا خلص حكي بس نكشف المرحلة. المرحلة عبارة عن واو الكلب الشرير، عدد 1 2 3، 3 كلاب اشرار. اوكي اوكي او شريرين. اوكي 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 والكنز عند الكلاب الاشرار ذولاك الثنين. خلينا ندخل ونشوف بوب المحقق والريموت كار ايش راح يسوون بهاي المرحله. اوكي اول شيء شباب مو يدخل من هنايا، لازم شو يسوي؟ لازم هذا يجيبه هنايا بهالاتجاه. اوكي اوكي هسه انت كل شيء ما تقدر تسوي. اوكي شباب. اوكي يتوجه منا ينزل الريموت كار. اوكي راح ينزل الريموت كار وياخذ ذني الشغلات. اوكي يا شباب، اوكي شباب مو اخذ ذني الشغلات. هسه هذه يلا شوفوا تشوفون هاي ما تبين، ما تبين ليش ما اعرف، لذلك ما محسوب بعد. فعوف الريموت كار وتعال هنايا. اوكي وتوجه من هنايا. اوكي هسه انحسبت ويتوجه الى باب الخروج. وبيجي قدر باب المحقق والريموت كار بانه يخلصون المرحله 13 من الفصل الاول، وحصل 3 نجمات وممتاز، عافية عليك يا باب المحقق والريموت كار. زائد 38 شباب، اعتقد يعني هاي ارقام جيده. اوكي نرجع. اوكي خلينا نشوف شباب مباشره بعدها المرحله 14، خلينا ندخل ونشوف باب المحقق ايش راح يسوي بهالمرحله. يلا
اجا بوب المحقق هو وابو سن الذهب صحيح عم استكشف المرحلة. ايضا شباب هاي الكلب الشرير كلب الشرير عدد 2 والكنز هناك قفل. اوكي لازم الكلب الشرير هذا هنا نخليه يفتر باتجاه صحيح. اوكي يا شباب اوكي 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 نتوجه مباشرة منا. اوكي تعال تعال يا كلب يا شرير نين راح تجي. لا 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 لا, لا. اوكي يلا تعال 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 لا 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 هذا كله كله من حصارت. هسه هسه يلا هسه يلا اوكي اوكي هسه ننزل الريموت كار يا شباب ولو صرنا بعيدين نيجي من نايه. اوكي نيجي من نايه وناخذ ذني الشغلات كلهن يعني كلهن اللي هي من ضمنها المفتاح. احنا هسه خلصنا يا شباب. اوكي او جيت جيت بصفه ما انتبهت ما انتبهت. لا 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 انت راح تجي ما تجي. اوكي اوكي يلا باي 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 باي. منا ياخذ الكنز ويتوجه الى باب الخروج بيجي قدر باب المحقق والريموت كار بانه يخلصون المرحله 14 من الفصل الاول. حصل 3 نجمات ممتاز عفتي عليك يا باب المحقق والريموت كار. نعود. اوكي يا شباب اوكي يا شباب خلي نتوجه الى مرحله هنا مقابلها خلينا نتوجه الى المرحله 17 خلينا ندخل ونشوف باب المحقق ايش راح يسوي بهاي المرحله. يلا بلاي. اوكي اجى باب المحقق هو وابو سن الذهب خلي خاصه حكي بس استكشف المرحله. المرحله عباره عن الجده هاي الجده الجده والشرطي اللي لابس شفقه وهنا الكلوب الجميل. اوكي شباب اوكي 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 هسه الخطه قاعد ترسم ببالي الخطه قاعد ترسم ببالي. هذا باب سلايد اوكي اوتوماتيك يعني قصدي وهنا هذا الكلوب يجي منه. اوكي شباب اوكي اوكي خلينا ندخل ونشوف بوب المحقق وريموت كار ايش راح يسوون بهاي المرحله. اوكي يجي من نايه اوكي يجي من نايه ويجي من نايه ويدخل من نايه اوكي ويدخل من نايه. هسه هاي احنا كنا نقدر نسويها بالريموت كار لا بس هاي عبرت الهاي ما نقدر نسويها بالريموت كار. بس ايش نسوي ننزل الريموت كار وننزلها من نايه. اوكي اوكي تاخذ هاي الشغله منا وتاخذ هاي الشغله منا وترجع او تقدر ما ترجع. اوكي هسه هنا نيجي الكلوب الجميل. اهلا يا كلوب يا جميل. اوكي راح يجي الشرطي. اوكي هذا هو الشرطي هو بقى بس الشغله اللي شايلها فوق الشرطي. اوكي 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 خليتها اللي هي والد شباب المحفظه. نتوجه منا ونتوجه الى باب الخروج بيجي قدر باب المحقق وريموت كار بانه يخلصون المرحله 17 من الفصل الاول وحصلت 3 نجمات ممتاز عفية عليك يا باب المحقق وريموت كار. لنعود. اوكي يا شباب المرحله 17 كملناها من الفصل الاول خلينا نتوجه الى المرحله 20 والاخيره من الفصل الاول خلينا ندخل ونشوف بوب المحقق والريموت كار ايش راح يسوون بهالمرحله. اكيد هالمرحله صعبه يلا خلينا ندخل. اوكي اجى بوب المحقق هو وابو سن الذهب خلي خلاص راح استكشف المرحله. اوكي المرحله عباره ايضا عن الكلب الشرير وماذا الكلب الشرير والشرطي اللي لابس شفقة عدد 1-2 يمكن والشرطي اللي لابس شفقة هاي صعبة هاي المرحلة شباب. اوكي خلينا ندخل ونشوف بوب المحقق والريموت كار شو راح يسوون بهاي المرحلة. اوكي هاي اول شيء تعال 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 منا تعال منا تعال منا. اوكي تعال منا تعال منا تعال منا تعال منا تعال منا تعال منا تعال منا. اوكي تعال منا. لا 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 مزين مزين جاي ياكلني شباب. اوكي اوكي نزل الريموت كار بس الريموت كار ما ياكلها. اوكي نجي هناي. اوكي نجي هنا ناخذ ذني الشغلات كلهن يعني كلهن كلهن يعني كلهن كلهن يعني كلهن. ماكو داعي نرجع منا بس هيك هيك شاقيل هذا. اوكي ها هي. اوكي نتوجه منا هسه نتوجه منا. اوكي ونتوجه منا ايضا ونتوجه منا ونختل الختله الطبيعيه ماكو داعي نختل الختله الشهيره يا شباب. اوكي 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 هو راح يجي منا. اوكي احنا مهمتنا فقط ناخذ هاي ونشغل الجهاز ونجي ننتظر هنا ايضا نختل الختله الطبيعيه. اوكي وراح يتوجه منا راح يفتح لنا الباب. يلا يلا اوكي فتح لنا الباب. هسه احنا نجي هنا. اوكي اوكي هسه شنو هاي؟ لا لا ما اريد اختل الختله الشهيره اريد استدعيهم اثنيناتهم واختل الختله الشهيره. اوكي اوكي يا شباب اوكي 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 اتوجه من ناي افتح الباب وننزل الريموت كار ناخذ الكنز اللي هو عباره عن الشفقه مال الشرطي ملابس شفقه. اوكي 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 اخذ كل الشغلات. اوكي خلصنا نختل الختله الشهيره.
اوكي هم هسه راح يرجعون، يلا يلا رجعوا على السريع، رجعوا على السريع، رجعوا على السريع. اي هذا باب مفتوح وشاف الشفقه مالته ما موجوده فتخبل شباب. اوكي احنا نجي هنا على مدلن جازف، نجي ناخذ هاي الشغله منا اوكي، ونطفي الريموت كار ونتوجه الى باب الخروج، وبهيك قدر باب المحقق والريموت كار بانه يخلص المرحله 20 من الفصل الاول، وحصل 3 نجمات. 3 نجمات وممتاز، عفية عليك يا بابا محقق. شوفوا شباب زاد دقيقتين تقريبا هاي، واني سختت يعني ما بقيت يعني، لو مسرع كان يعني لو دايسها هيك فول كان صارت زائد دقيقتين وشوية. اوكي شباب والله الريموت كار يعني صراحة كلش رهيبة وتفيد ببعض المواقف، وحتى بوب المحقق يقدر يستفاد من عدها، ولو هو بوب المحقق ما يحتاج لان هو محترف. اوكي شباب لهنا وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى تكون عجبتكم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وشاركوا المقطع بين اصدقائكم، ونشوفكم بخير بالحلقة الجاية. كان وياكم احمد من قناة 100، الى اللقاء مع قفشة اخرى، باي.